مرحبا بنهار. ليه سعيد؟ آخ شو ليش تأخرت؟ صارت معي شغلة أنا جاي لعندك على الطريق أخرتني شوي. خير شو هالشغلة بقى؟ بعدين بحكي لك، تعبان هلا مالي فاضي. بطلب لك أرجيلة؟ لا 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 ما جا عبالي أرجيلة. طمني شو صار معك مشان الشغل؟ على حطت إيدك ما صار شيء. لك شلون ما صار شيء؟ مو على أساس دبرت ورشة جيلي بلاط؟ مزبوط، بس السعر اللي دفعوه قليل كتير، ومو محرز الواحد يقاتل مشانه. ولك أخي منيح، منيح شو من كان السعر هلا منيح، مو أحسن من قعدتنا هيك عطالين بطالين لا شغلة ولا عاملة. شو يعني أنت حابب تشتغل ببلاش؟ وليش ببلاش بقى؟ لأنه الجماعة عندهم شقة 120 متر. قديش بدهم يدفعوا على المتر؟ ما دفعوا أكثر من 50 ليرة، يعني الشقة كلها على بعضها يا دوب 6000 ليرة. شو بقى هون ال 6000 ما عاد يعجبوك؟ ثلاثة إلك وثلاثة إلي. لك شو نسيت إنه بندفع أجرة الجلاية حوالي 2000 ليرة؟ مظبوط والله. يا سيدي 4000، اثنين إلك واثنين إلي. لا حبيبي ما حزرت، ما رح يبقى لك الواحد 2000 ليرة صافي. وليش بقى؟ لأنه اللي دبر لي الورشة بده كوميسيون لجيبته 2000 ليرة. يعني من كل هالورشة بقي 2000، 1000 إلي و1000 إلك. بقى أنت عندك استعداد تشتغل 5 أيام ورا الجلاية مثل الحمار مشان 1000 ليرة؟ لا والله مالي مستعد. العملية هيك مسكرة بوشنا من جميع الجهات. لك هي بالحساب صار لنا 6 شهور قاعدين شبين كل واحد مثل اللوح. خليها لله يا سعيد، وما بخفي عنك إني مليت تماما ورح تأمن هالقصة. الله وكيلك لولا المساعدات الغذائية والتموينية اللي عم تجي من بيت حماية كنت مت من جوعي. شو مفكر لكان؟ يا قسما بالله عم تمر علي أيام ما معي حق ربطة خبز. خلص ماهر من شان الله لا تشكيلي ببكيلك. على الأقل أنت الله بعت لك بيت حماية عم يساعدوك شوي. روح شوف البيت الحمال اللي عندي أنا. بدل ما يساعدوني ندفة قاعدين عالي علي. لك عم بصرف عليهم يا رجال أكثر ما عم بصرف على حالي. وبعدين سعيد شو الحل؟ هيك بدنا نضل قاعدين مثل الأرامل عم نندب حظنا؟ يعني شو طالع بإيدنا نعمل وما عملنا؟ ما ضل باب شغل بوشنا لو دقينا. مزبوط. لا واللي بيهر انه انا وياك في بايدنا مصلحتين ثلاثه، يعني المفروض يضل شغلنا ماشي ساري كل السنه. اخ بس الا ما تفرج. اي سعيد قلت لي انه في شغله صارت معك بدك تحكي لي اياها. ايه مزبوط مزبوط. بس ماهر هلا انا جعت كثير، خلينا نروح ناكلنا شيء لقمه نظيفه بشي مطعم ظريف ونحكي على رواق. مطعم؟ ومن ايمتى انا وياك كنا نروح على المطاعم؟ شو يعني حرام نقعد بمطعم محترم مثل الخلق والعالم؟ خلاص يعني انكتب علينا الشقة والتعتير طول عمرنا؟ لك أخي ما اختلفنا، بس من وين المصاري؟ أنا معي مصاري، لا تاكل هم. معك مصاري؟ إي نعم. من أيمتى لك سعيد؟ لتكون دبرت شغل وعم تشتغل لحالك وأنا ما عندي علم ها؟ لك قوم ناكل هلا بعدين بنحكي. طيب شرف، وينك؟ بما إنه معك مصاري ادفع حساب الطاولة. على عيني وراسي. شرف. إيه سعيد؟ ما قلت لي، منين جبت المصاري؟ اليوم أنا وجاي لعندك على القهوة. كنت مستعجل فماشي بسرعة وعم بتلحوش من شارع لشارع مثل الأهوج. وصلت على إشارة كانت حمراء، جيت بدي أقطع قلبت بدقان، قلت لحالي بركي بلحق وصل قبل ما تصير خضراء. وفعلا ما كذبت خبر، مشيت أنا مشيت من هون مشيوا السيارات من هون، المهم لحقت حالي. بس قبل ما وصل نكشتني سيارة برجلي وقعتني على الأرض. شو هالحكي؟ وإن شاء الله ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء. مالك شايفني مثل القردة قاعد قدامك؟ رعبتني. بس النافع مو هون. لك صاحب السيارة ما حل عني إلا أعطاني 2000 ليرة. 2000 ليرة؟ وليش ليعطيك 2000 ليرة؟ لك شلون ليش ليعطيني؟ حبيب قلبي أنا حياتي تعرضت للخطر. هلا أنت حياتك تتعرض للخطر؟ أعلم الله أنت مثل القطط بسبع رواح. لك يضرب حظي شو معبتك. يعني حرام تضربني سيارة مثلي ضربتك وآخذ لي 2000 ليرة أشبرق فيه. ولك ليش أخي ماهر؟ ليش لا تنطب حظك؟ خلص ملحوقة بإذن الله ملحوقة. ملحوقة؟ شلون يعني ملحوقة؟ يعني هي الشغلة اجتنا على ايديها ورجليها. إذا لعبناها صح، قسما بالله لنقبر الفقر أنا وياك. سعيد شبك وضح، والله ما عم بفهم عليك. شوف حبيبي، من اليوم ورايح بننزل أنا وياك على هالشوارع، وبنلتحش قدام هالسيارات، وبناخذ لنا اللي فيه النصيب. شو رأيك؟ بس مو خطرة هالشغلة؟ لك خطرة ما اختلفنا. بس يعني أنا شغلة مو خطرة؟ وقفتنا ورا الجلاية مو خطرة؟ بلا خطرة. بقى الواحد بده يخاطر له شوي مشان هاللقمة. ما في شيء بيجي من الهواء. طيب انا جاهز، امتى بتحب نبلش؟ امتى ما بدك؟ من بكره الصبح اذا بدك. اتكلنا على الله. بالنهار؟ انا برايي نبلش دغري على الحارك. يلا جاهزين. بس ما بعرف مين بده يبلش انا ولا انت. والله انا برايي تبلش انت، انت صار عندك خبره بهيك شغلات. عمي خلينا نعمل قرعه. معك خمسه؟ ايه معي خوت. هات شو ها؟ طره ولا نقش؟ طره. اخس. دورك. زيل. وين؟ من على الزاوية من هنيك دغري. شرف. يلا
يلا جهز حالك. يلا يلا عامل حالك عم تقطع الشارع وزد حالك. اوكي يلا عم بقول لك انطلق. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة روح. يلا خير خير يا اخ صار لك شيء؟ طمني ان شاء الله ما صار لك شيء. الله يسامحك يا مدام لك شلون هيك دعستي؟ لك لولا لطف الله كنت فعستي فعس. الله وكيلك انا ما دخلني ما لقيته غير نط قدامي مثل العفريت وما عرفت ليش نط. نط يا ابو الشباب. يا معلم صار لك شيء حبيب؟ ظهري عم يجعني كثير يا جماعه. ظهري اكبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بتعرفي مدام يمكن كسر ظهره وصار بده سيخ معدني. سيخ معدني؟ ثقيلكم دخيلكم طلبوا لي الشرطة والإسعاف بشان الله بسرعة. شرطة وإسعاف؟ ولي على قامتي منين اجتني هالمصيبة أنا؟ شباب ساعدوني خلينا نحملوا على الرصيف. عملكم ها ظهره يمكن مكسور. ظهري يا جماعة. واحد اثنين ثلاثة عملك. لحظة هاتوا نفسي. خذهم يلا اثنين. مدام فيك تعطينا الموبايل تبعك شوي؟ ليش شو بدك اياه؟ بدنا نحكي مع الشرطة والإسعاف، شو بدنا نكتب ضبط؟ ضروري الضبط؟ طبعا ضروري الضبط، مالك شايفة شلون عطبتيها الزلمة؟ ايه بس مو الحق علي، هو نط قدامي مثل القضا المستعجل. والله يا مدام الشرطة اللي بتقرر إذا نط ولا ما نط، لا أنا ولا أنت. يعني ما بيمشي الحال بلا ضبط؟ معلومك إذا انكتب ضبط رح اتبهدل وانحبس بالنظارة وهذا الشيء أنت ما بتريده. والله يا أنسة بدك تنحبسي. يعني هذا قدرك نصيبك شو بدك تعملي. طيب شو الحل برأيك؟ شو رأيك ترضي لك يا برشين؟ يعني الرجال شفت عينك معتر وعلى باب الله. بيرضى يا ترى؟ والله يا مدام أنا رح بحكي لك معه، بركي بيرضى. قولي إن شاء الله. يلا يا شباب يلا كل واحد يروح حال سبيله. يلا ضاعت ولقيناها ما في داعي للعشرة. يعطيكم العافية يا شباب. نظارات مين هدول؟ يعطيك العافية شكرا. طمني شو قال لك؟ بهنيكي مدام الرجال طلع ابن حلال وما طلب منك غير 10,000 ورقة بس. بالله شو 10,000 ليرة كتير هيك؟ بالعكس يا مدام الرجال مراعيكي كتير مثل ما عم قلك. يعني انا ما بدي اقول قدامه بس لا سمح الله اذا بده يعمل له هي صوره شو بيسموها طبقي محوري للفقره الرابعه اللي انعطبت بظهره تحديدا بده 3-4,000 ورقه. هذا اذا ما كان بده سيخ معدني ب 100,000 ما بتكفيه. وانت شو عرفك انه بده سيخ معدني؟ بده شلون ما بده يعني؟ هلا انت باينتك صعبه وبتحسبيها كتير يا خانوم. خلص مندق للشرطه بتكتب ضبط وبياخذوه على المستشفى هنيك بيقرروا. لا ما في داعي خلص أنا رح أدفع له 6,000 ليرة. الله يخليك روح اسأله بيرضى. آخ يا ظهري آخ. ستة شو؟ والله يا مدام ما رضي مثل ما شفتي بده 7,000. الرجال مراعيكي بثلاثة. هاي 6,000 ليرة والله ما معي غيره. خلص روح أعطيهم وفرنك واحد ما رح أدفع. خلص يسلموا إيديكي معوضين. خلص تيسري أنت مدام تيسري. خلص شوفي الرجال كيف عم يشكري. الله معي. هاي 3,000 إلك وهي 3 إلي. نعمة كريم. بس أنت كنت لازم تتوجع أكثر من هيك، لو توجعت منيح كنت أخذت منها 10,000 ليرة يقعد تضحك وبتلعب. خلاص ولا يهمك المرة الثانية إن شاء الله. روح ندور لنا على شي سيارة ثانية. إيه بس هالمرة دورك ها؟ لك عمي دوري بس إن شاء الله نتوفى لنا بشي شوفير ابن حلال. امشي. شوف على السيارة جهز لي حالك يلا. والله رزق محرزك يلا. اه
كل شيء حسبنا حسابه ولا الشغلة؟ حول الله. صار لك شيء؟ ظهرك عم يجعك؟ كل جسمي عم يجعني. دخيلك يا سعيد، اطلب الاسعاف، يمكن كسروا لي ظهري عن جد. طول بالك شوي ماهر، طول بالك. يعني الحكاية بدها اسعاف؟ يمكن ظهري انكسر وصار لازمني سيخ معدني. سعيد، قديش بكلف سيخ المعدني؟ لك شو قديش بكلف السيخ؟ يعني بكلف قد اللي اشتغلناه امبارح بشي 6-7 مرات. لا والله اشتغلنا. يا ظهري. يا جماعة اسعاف.